أخبار اليوم. بنرحب طبعا النهاردة بالنجمة المخرجة الجميلة معانا هالة خليل المخرجة المصرية منورة مهرجان دبي، وانت طبعا مشاركة في فيلم نوارة. نوارة، العودة ليكي بعد 9 سنين عن التوقف عن الإخراج، كيف جاءت فكرة العودة وايه اللي حمسك لتجربة العمل نوارة؟ هو مفيش، انا ما عنديش توقف. انا في السنين كلها كان عندي دايما مشاريع، بكتب سيناريوهات، يعني كتبت 3 سيناريوهات قبل نوارة، وكل مرة بنحاول ندور على انتاج ما بنلاقيش انتاج. منتجين عايزين نوع معين من السيناريوهات ونوع معين من الافلام، مش كتير اللي عايزين يغامروا، مش كتير اللي عندهم جرأة يعملوا حاجة مختلفة، فكان دايما في مشكلة. فكتبت سيناريو وبعدين سيناريو وبعدين سيناريو، وبعدين بعد 3 سيناريو لما قررت اكتب نوارة قلت مش هكتب بس نوارة، لا انا هأسس شركة انتاج وهنعمل الفيلم ده احنا مع بعض، بكل فريق العمل متطوعين بأجورنا. وفعلا عملنا كده وقعدنا 1.5 سنة نشتغل، وفوجئت انه كل الناس سعيده ومرحبه، سواء كانوا ممثلين او مدير تصوير مونتير مهندس ديكور، انه الناس تشتغل من غير اجور. وكنا خلاص داخلين، وبعدين لحسن الحظ قبل دخولنا باسبوع ظهرت شركة الانتاج ريد ستار اللي تحمسوا جدا من اول قراءة السيناريو، وقالوا ده اللي بندور عليه، وده اول انتاج للشركة، وقالوا هو ده عايزينه يكون اول انتاج لينا للشركة. وانا بحمد ربنا انه ده حصل، لانه هو انا اكيد مفيش مخرج هيبقى عايز يبقى منتج، يعني اكيد ده عبء كبير جدا على اي مخرج. فطبعا سعدت جدا ورحبت، لكن هو مش توقف. انا في خلال برضو السنين اللي فاتوا كان عندي فيلم الراهب، صورنا فيه 10 ايام وبعدين توقف. فما بعتبروش توقف، لانه دايما عندي مشروع، اما بكتب سيناريو اما بدور على انتاج لهذا السيناريو. فكرة اختيارك لمنى على اي اساس، وايه اللي لفت نظرك للدور الاختيار منى تحديدا في هذه الشخصية، والدور ده كان جديد ومختلف؟ هو انه الدور جديد ومختلف على منى، هو ده السبب الاساسي في اختيار منى. يعني هو بيبقى شيء جميل جدا ان المخرج انه ياخد ممثل يحطه في دور الناس مش متوقعة منه، بيبقى احلى بكتير من انك تحطيه ممثل عمل الدور ده قبل كده. يعني الفريشنس او التزاقة دي اللي بتبقى عند الممثل في الدور بتبقى يعني فيها حماس وتشالنج وتحدي للمخرج اكتر. بالنسبه لمنى، انا اشتغلنا مع بعض فيلم احلى الاوقات، اول فيلم ليا، وطبعا منى موهوبه وانا واثقه جدا في موهبتها، فبيبقى الرهان على ممثل يعمل حاجه مختلفه، انه موهبه الممثل زائد الجديه في التعامل مع الدور، يعني انه يبقى حابب الدور وعارف انه هيبذل مجهود علشان يعمل حاجه شكلها مختلف، فبروفات كتير وتفكير كتير وقلق كتير وخوف كتير. فانا بالنسبه لي كان هما دول العنصرين اللي حمسوني لمنى، الجديه الشديده اللي شفتها حماسها وخوفها من الدور، لانه ما عملتش شبه الدور ده قبل كده، وغير انه دور صعب، زائد موهبتها اللي انا واثقه فيها، كانوا هما دول العنصرين اللي ورا الاختيار. السؤال الاول بخصوص موقف من الربيع العربي، انا يعني انا قلقت او ما قلقتش، لان ما بفكرش بالطريقه دي. انا بالنسبه لي السينما وسيله للتعبير عن نفسي الاول، فاذا كان الفيلم بيعبر عني ما بتنقلش بقى لمرحله انه طب هذا التعبير هينتج عنه ايه، او ردود الافعال هتبقى ايه. انا ما بفكرش بالطريقه دي، انا اللي بيهمني انه الفيلم يكون بيعبر عني وعننا، وطبعا عن فريق العمل. فده موقفي اللي موجود في الفيلم، وعارفة انه موقف ناس كتير تانية لما هتشوف الفيلم. ولمست امبارح في الصالة في العرض انه في ناس كتير قوي موقفها شبه موقفنا في الفيلم، فده بالنسبة لي كافي. هتعرض الفيلم جماهيريا امتى، وهل هيتم عرضه في مهرجانات اخرى؟ هيشارك الفيلم مهرجانات اخرى؟ هيشارك طبعا الفيلم في مهرجانات اخرى ان شاء الله بعد مهرجان دبي، هنستقر عليها في نهاية دورة مهرجان دبي، يعني جالنا طلبات من بعض المهرجانات. عرض الفيلم في مصر ان شاء الله هيكون في الاشهر القادمة، بس امتى بالتحديد لسه مش عارف.